مرارة مع الجراح يضحك ويتباهى بالحصى بعد أن يستخرجها منه. فعندما يستخرج المبدع هذا الوجع يضحك الأردنيون. يكفي أن تحلق على ارتفاع منخفض حتى تلتقط الأشياء الموجودة على سطح الارتفاعات الشاهقة وفي أودية الشعور العميقة. أبدا. وأعتقد أنه تمت الإجابة أكثر من مرة بأنه الشعب الأردني مش كشر. وفعلا الشعب الأردني مش كشر، بالعكس في السنتين الأخيرتين أعتقد بأنه صار ضحوك زيادة عن اللزوم، بحيث أنه أفقدنا كثير من مواقف كان لازم نقف فيها موقف جدية. نواب تحولوا إلى كتاب ساخرين، ووزراء تحولوا إلى مزغرتين، وناس يدبكون مع السفير الأمريكي، والناس تضحك. يعني كيف يضحك الأردنيون؟ أعتقد لا تحتاج إلى كثير من التعقيد. عندما تقدم كلمتك بصدق وبساطة وأن تكون واحدا من الناس ملتصق معهم مثل الندى على مساماتهم يضحك الأردنيون. عندما تكون مرآتهم التي يرون فيها ملامحهم ويتفقدون ندب أرواحهم يقيسون عليها الضحك والهمة يضحك الأردنيون.